أهلا بحضراتكم مرة تانية. ردود فعل إيجابية بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ل 2700 جنيه. عشان كده في أسئلة كتيرة جدا للمواطنين، ناس بتسألها إمتى هيدخل هذا القرار حيز التنفيذ، إزاي هتكون آليات تطبيقه، طيب هل هذه الزيادة هتكون للموظفين العاملين في القطاع العام والحكومي بس ولا القطاع الخاص كمان؟ أسئلة كتيرة هنجاوب عليه دلوقتي مع حضراتكم، مع ضيفنا اللي منورنا الاستوديو طبعا الاستاذ مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للاجور. استاذ مجدي اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، نورتنا يا فندم، شرف سلام. ربنا يكرمك. اهلا بحضرتك. اسئله كتير قوي الناس بتسالها، فاحنا عايزين نعرف امتى يدخل هذا القرار حيز التنفيذ. طيب بالنسبه للباكج للرئيس يعني صرح به مؤخرا حوالين الحد الادنى للاجور والعلاوات المقرره، ده هيبقى في الموازنه العامه للدوله القادمة اللي هي بتبتدي 1/7 والناس هتتقاضى مرتباتها يوم 30/7، المفروض مشمولة به سواء الحد الأدنى للأجور أو للعلاوات المقررة لي. تمام، يعني من 31/7 ده هيبقى أول مرتب للناس على الزيادة، مرتب شهر 7. مرتب شهر 7 على الزيادة الجديدة، سواء المرتبات اللي زادت أو بالنسبة للعلاوات. طيب ده بالنسبة للعاملين في الدولة اللي بيتقاضوا مرتباتهم من باب الأول للموازنة العامة للدولة. تاني معلش، تاني النقطة دي نفسرها للناس. يعني هذا يعني القرارات اللي نزلت دي تخص العاملين في الدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. ودول هم اللي هيتقاضوا من الموازنة العامة، اللي هم بيتقاضوا مرتباتهم من الباب الأول للموازنة العامة للدولة، هو الرئيس بيقرر لدول. موظف الهيكل الإداري للدولة. أما يعني بقية الفئات الأخرى ففي آخرين هم اللي بيقرروا لهم مسألة سواء الحد الأدنى للأجور أو العلاوات. بمعنى العاملين في قطاع الأعمال العام والعاملين في الهيئات الاقتصادية، الوزراء المختصين هم كلهم، وزير مختص هو اللي بيحدد للعاملين اللي تبعه، تمام؟ اللي هم شغالين مثلا في شركات الأدوية، شركات الغاز والنسيج، يعني كل وزير مختص بيحدد للفئة اللي هي تبعه. دي ملهاش معايير. لا بس هو الكل بيقتضي بالقرار اللي طلع. يعني مثلا لو خدنا الحد الأدنى للأجور، القانون بيقول الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي، وبالتالي أي حد هياخد قرار المفروض بياخده بناء على ما صدر يعني. وبالتالي العاملين في قطاع الأعمال العام دول اللي بيحدد الآلية بتاعتهم أو موضوع الصرف أو القيمة أو الوزراء المختصين. أما القطاع الخاص فده ليه موضوع تاني خالص. طب استاذ مجدي، انتوا كمجلس قومي للاجور صلاحياتكم ايه في مساله يعني انه الحد الادنى ده يتنفذ سواء فيما يخص القطاع العام او القطاع الخاص؟ لا، المجلس القومي للاجور مختص فقط بالقطاع الخاص. يحدد العلاوه، قيمه العلاوه، ويحدد الحد الادنى للاجور. كلام سليم. احنا لسه في المجلس، احنا يا دوبك لسه يعني ما خلصناش ال 2400 جنيه. يمكن منتصف فبراير هيطلع قرار بالشركات اللي هم تم استثنائهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة لل 2400 جنيه. أما ال 2700 فبعد ما نخلص في منتصف فبراير هنعمل جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال عشان خاطر نشوف هنطبق إزاي وإمتى نطبق. يعني لو يعني مثلا لو رجعنا مثلا لموضوع لما صدر قرار بال 2400 جنيه، الحكومة طبقت من الموازنة العامة الجديدة في 1/7، لكن القطاع الخاص ما كانش جاهز لسه وكانت ظروف كورونا، فطبق من يناير اللي بعده. يعني بعد لكنه طبق. ها؟ لكنه طبق. طبق فعلا. كل القطاع الخاص دلوقتي عدا الشركات اللي تقدمت بطلب استثناء نتيجة ظروفها الاقتصادية، ودول بالظبط كده 3090 شركة تقدموا بشكل فردي، وفي حوالي 2855 شركة تقدموا على باعتبار ان هم قطاعات، يعني 22 قطاع طلبوا الاستثناء. بس لازم يقدم ما يثبت. لا ده موضوع كبير يعني. المساله مش يقدم بقى ده كمان، هم بيقدموا طلبات، الطلبات دي بتروح وزاره بعد ما بتيجي المجلس القومي للاجور تروح القوى العامله، القوى العامله بتكلف المديريات، القوى العامله التابعه ليها المنتشره في كل مصر، كل مديريه بتروح للشركه اللي في المنطقه اللي هي تبعها، بتروح تراجع وتشوف وتسال وتراجع الميزانيات والانتاج وعدد العمال. صحيح. وكل حاجه يعني، لان في ناس اصحاب شركات مثلا ممكن يستسهل يقول لك انا مش قادر ادفع، مش قادر احط الحد الادنى للاجور. لما 22 قطاع تقدموا بشكل متكامل، المجلس القومي للاجور رفض فكره القطاعات بالكامل وقال ان كل شركه تقدم بشخصيتها الاعتباريه علشان ياخد استثناء، عشان ياخد، لان كل شركه بتختلف عن الثانيه
في عدد العمال، في الانتاج، في الموازنه، في ميزانياته، وبالتالي المسائل ما ينفعش احكم على قطاع بالكامل بقرار واحد. طب لما الشركه تبقى بعد كده قادره انها تلتزم بالحد الادنى، هل بيكون في تنفيذ للقرار باثر رجعي ولا لا خلاص؟ لا لا، اثر رجعي لكن احنا بنقول ايه؟ احنا اولا يعني خدنا قرار في المجلس ان المجلس في حاله انعقاد دائم لحين اقرار الحد الادنى للاجور، وبالتالي احنا هنبقى في مراجعات دائمه بالنسبه للشركه. ايه مهم المجلس القومي للاجور يا فندم لو نعرف الناس ببساطه كده؟ هو المفروض وظيفته يحدد قيمه، هو طبعا بيشتغل الفئه اللي هي خاضعه ليه العاملين في القطاع الخاص. فهو بيحدد للعاملين في القطاع الخاص العلاوه الدوريه، العلاوه قيمه العلاوه، وبيحدد لهم الحد الادنى للاجور. دي المهام الرئيسيه للمجلس القومي تحديد للأجور. وليست سلطه تنفيذ يعني. احنا بنحاول في لا هو احنا بنحاول في مشروع قانون العمل الجديد ان يكون في يعني اداه ضغط، لازم يكون في حساب، في عقاب، في جزاء لو في حاله عدم الالتزام. احنا بنفتح لك الباب، لو انت مش قادر قول انا مش قادر، تمام، واحنا هنبعت لجنه، خلاص مش قادر خلاص اوكي تمام. لكن لو انت قادر وما تعملش لابد ان يكون في اجراء تجاه الشخص او الشركه اللي هي تعمل كده. عظيم. ممكن يكون الاجراء ده عباره عن ايه؟ لان زي ما كنا بنقول دلوقتي انه وارد شركه، حضرتك قلت انه غرامه ماليه قطاعات، يعني غرامه ماليه واحدة تبقى واحدة. مثلا يعني احنا في اقتراحات بان الغرامه الماليه تكون مثلا بعدد العمال اللي موجوده في الشركه، يعني مثلا لو هعمل على كل عامل 1000 جنيه مثلا غرامه، اللي هو كنت زودته يعني، اللي انت كنت اللي هو اللي انا بقول لصاحب يعني الشركه او صاحب المكان ده، بقول له كنت زودت العامل ده وعملت له حد الادنى للاجور بدل ما تفرض عليه غرامه بنفس القيمه او ممكن تزيد كمان. بص انا عايز اقول لك على حاجه، احنا مجلس القوام للاجور مش في خصومه مع اصحاب الاعمال طبعا مفهوم. لكن هو عايز يعمل اليه لضبط المساله، والا يبقى المجلس بلا قيمه. طب انا بقول لك انا بحدد معاك او بتفق معاك، احنا هنعمل حد الاول، بقعد معاك وبتفق معاك احنا هنعمل حد ادنى للاجور. يعني انت عارف ان المجلس القومي للاجور يمثل فيه الحكومه ويمثل فيه اصحاب الاعمال ويمثل فيه ممثلي العمال، يعني بنبقى قاعدين على الترابيزه كل الاطراف قاعده وبنقعد نتفق، طالما اتفقنا نلتزم بس صح. وبالتالي احنا عايزين اليه بحيث ان الاتفاق اللي تم بين الاطراف الثلاثه يتم تنفيذه. ده هيتم ازاي؟ احنا بنقول لابد ان يكون هناك جزاء بحيث ان احنا يبقى المساله منضبطه، صحيح، ما تبقاش المساله كل واحد يضمن حقوق الشباب اللي بيقدم على وظائف. ما هو برضه بيقدم على وظائف واحنا بنقول حد ادنى للاجور، هو بيسمع عنها لكن يجي وقت التنفيذ مش موجوده. لا كمان ايه مساله تحديد الحد الادنى للاجور بتبقى خاضعه لمعايير كتيره جدا، منها ارتفاع الاسعار، منها الحياه المعيشيه بتبقى شكلها ايه، منها مثلا اسعار السكن، اسعار الغذاء. دي وظيفتكم برضه في المجلس؟ وظيفتكم برضه في المجلس تحديد القيمه. النهارده تحديد الحد الادنى للاجور مرتبط، احنا دايما نربطه او عالميا بيرتبط بسله الغذاء اللي موجوده. سله الغذاء الاسعار بقى شكلها ايه؟ طالما يعني الاسعار تحركت المفروض الحد الادنى للاجور وضع طبيعي جدا ان هو يتحرك، وبالتالي المساله بتبقى خاضعه لمعايير اقتصاديه. بتحط في اعتبارك التضخم، بتحط في اعتبارك مستوى التوظيف، يعني في عوامل كثيره جدا بتبقى قدامك على الترابيزه وانت بتحدد الحد الادنى للاجور. مش مجرد اصل ممكن انا دايما عندنا نظريه مش مهم العامل اللي باخد كام، بس المهم كام يجيب ايه. صح صحيح، وده المطلوب، كلام سليم. فعشان كده واحنا بنحدد الحد الادنى للاجور بيبقى هناك ارقام كثيره جدا قدامك وانت بتحدد هل ده اثر على التضخم ولا لا. ما انت ممكن تاخد 10 جنيه الصبح الاسعار ترتفع عشان تعوض ال 10 جنيه في الموازنه العامه للدوله فتزيد عليك ب 20 جنيه كانك ما زودتش 10. ما كسبتش ما كسبتش 10. وفي نفس الوقت المواطن نفسه يقول لك زودوني 10 جنيه والرز اللي كان مش عارف بخمسه بقى بسبعه وثمانيه. لا ده يعني بص ده كان بيحصل في فترات سابقه. ليه؟ لان دايما كانت المعايير ما فيش معايير اقتصاديه للقرارات اللي بتتخذ، هي كانت معايير بالاساس سياسيه، بمعنى في كل دول العالم الاقتصاد هو الذي يحرك السياسه. احنا عدنا لفترات طويله السياسه هي التي تحرك الاقتصاد. داخلين على انتخابات فما فيش مانع نخلي العلاوه 20%، ما فيش انتخابات تبقى 10%، مش زعلانين من العمال شويه تبقى 7%. يعني المسائل كانت بتبقى خاضعه لمواقف سياسيه مش لمواقف اقتصاديه.
احنا النهارده جه الدور ان احنا نحدد بناء على مواقف اقتصاديه. وبالتالي انا عشان اقول الحد الادنى الاجوري يبقى 2700 جنيه بتبقى عندي ارقام اخرى كثيره اخد عليها القرار. طيب حضرتك كنت بتقول ان انتوا في قانون العمل الجديد بتحاولوا تعملوا شيء الزامي ان انتوا تقدروا تتعاملوا مع القطاع الخاص كمجلس قومي للاجور. نعم. لو تشرح لنا بالتفصيل ده. احنا بنحاول ان يكون في زي ما بقول لحضرتك ان احنا يبقى في اليه لعمليه اولا احنا بنتفق الاول بنتفق واللي عايز يستثنى يستثنى، بيقدم طلب انه يستثنى، لو راجعنا الموقف ولقيناه يستحق الاستثناء مفيش مشكله. طب افرض قال انا قادر وجي ما نفذش، لابد ان يكون في اجراء ضده. الاجراء اللي ضده ده بيبقى غرامه يعني. تمام. احنا طبعا يعني كان زمان في ناس بتنادي تقول لا لابد ان نحبس صاحب، لا احنا ضد مساله حبس صاحب العمل او الاجراء العنيف ضده، لان احنا بنشتغل اقتصاد يعني. صحيح. وبالتالي لابد ان يكون هناك غرام. فلو يعني لو ما نفذش يدفع الغرام، الغرامه دي هتبقى تساوي ان هو لو كان تقريبا يعني لو كان يعني دفع نفس للناس الحد الادنى للاجر. طيب. وده اجراء طبيعي، لان انا اي شيء ملوش ضوابط للعمل او تضمن تطبيق ادواته خلاص يبقى بلا قيمه، يتحول الى كيان بلا قيمه يعني. صحيح. لكن بيتاخر شويه تطبيقه في القطاع الخاص. يعني مش يعني على حسب الاتفاق اللي بيتم. يعني احنا لما في السنه اللي فاتت لما حصل ان سياده الرئيس قال هنزود ل 2400 جنيه، هو طبعا ده طبق في الموازنه الجديده للدوله اللي في شهر 7. تمام. القطاع الخاص ما كانش في المشاورات ما كانش جاهز ساعتها. ليه؟ لان كانت ظروف كورونا لسه مأثره عليه بشكل كبير. فتم استثناء كل القطاع الخاص لغايه شهر يناير. شهر يناير ده 22 ده اللي احنا فيه دلوقتي. اللي احنا فيه دلوقتي بيتم تطبيق الزياده اللي كان المفروض يحصلوا عليها السنه اللي فاتت اللي هي 2400 جنيه. زي ما قلت لحضرتك عدد الشركات اللي هي تقدمت دي في منتصف فبراير هيحسم امرها ان شاء الله. طب وكده هم بقى هيطبقوا ال 2700 امتى؟ احنا ما انا بقول لحضرتك احنا بعد ما نخلص. يمكن احنا قلنا الفتره اللي فاتت زي ما حضرتك وضحت ان كان في كورونا، ففي بعض الشركات قدمت اوراق وكان في ظروف طبعا واحنا بنراعي ده. طبعا. فاتاخروا شويه، اتاخروا 5 شهور لحد ما نفذوا ال 2400 في شهر 1 اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. نعم. وفي نفس الوقت في شركات تانية قدمت، حضرتك قلت ان برضه عشان نوضح للناس ان كانت قطاعات لكن انتوا رفضتوا الموضوع ده وخليتوها شركات، كل شركه تتقدم هي بنفسها وتقول ايه المشاكل اللي عندها ان هي تزود المرتبات، وفي فحص بيتم يعني مش اي شركه هتروح هيتم قبول الامر. فحص يعني مش وتقارير وحاجات مسؤول يعني ما ينفعش يعني مش كلام ودي. لا ده اوراق ومستندات وبراجع ميزانيات وبراجع انتاج وعدد العمال وكل حاجه. طبعا يعني لكن ال 2700 بقى ال 2700 بعد ما ننهي في منتصف فبراير هذا الامر اللي هو 2400 هتبتدي المشاورات جديده مع اصحاب الاعمال عشان خاطر نشوف هنبتدي نطبق امتى. بس ما اعتقدش ان هي هتاخد نفس الوقت بقى. احنا نتمنى اللي اخرنا زي ما حضرتك قلت كانت كورونا. فاحنا دلوقتي خلاص العجله دارت. في رجال اعمال والله ما عايزين يعني مش محتاجين لحد يحدد لهم ولا بتاع، لا هم طبعا بيتحركوا بشكل يعني بشكل لوحدهم يعني وبيدفعوا مراعاه لظروف الموظفين يعني ما عندهمش مشاكل خالص لان هو عارف قيمه العامل اللي عنده. صح. تمام. وفي بعض الناس دول بقى اللي بيعذبونا بقى، دول اللي بيعذبونا على فكره لتنفيذ هذا نحن القانون. لا نسعى لتطبيق القانون على الملتزم. الملتزم بيطبق لوحده من غير لجلسات ولا من غير، لا لكن لازم دايما القانون بيطبق على المخالف مش على الملتزم. واحنا بنعمل القانون دايما للمخالف مش للملتزم. صحيح. الملتزم هو بيطبق خلاص، هو بيبقى عارف الاوضاع الاقتصاديه ايه وبيزود، وفي ناس بتزود من والله من غير حاجه خالص. لكن انتوا بتكونوا على علم بده برضو. اكيد اكيد. احنا يعني احنا مش بعيد عن اصحاب الاعمال يعني احنا في النهايه برضو يعني كممثلين عمال داخل المجلس احنا بنمثل النقابات يعني، فبالتالي على تواصل دائم مع عارفين السوق العمل في ايه، مين بيدفع مين ما بيدفعش وكده. فاحنا المشكله كلها في اصحاب الاعمال اللي هم لا بيراوغوا وما بيطبقوش، عشان كده بنقول احنا دايما نعمل شكل التواصل بينك وبين الناس عامل ازاي على طبق بين احنا انا مثلا نائب رئيس اتحاد عمال مصر. عندي لجان نقابيه كثيره جدا اللي منتشره على مستوى الجمهوريه، فاللجان النقابيه دي بينقلوا لي ايه اللي بيحصل في شركاتهم. فوبالتالي احنا عندنا لو في شكاوى ما من العمال بتوصل لكم ازاي؟
يعني يعني بالمواجهه، لان العامل بيجي لي يعني او مش العامل، اللجان النقابيه تحديدا بتجي لي على طول، او انا على تواصل مع اللجان النقابيه اللي تابعي، فهم بينقولوا لي النبض اللي عندهم والمشاكل اللي عندهم. او السؤال ده ليه؟ لانه ممكن شركه من الشركات الخاصه بعد ما تتفقوا معاها ان هي خلاص هتلتزم بالحد الادنى ما تصرفوش، فبالتالي اللي هيبلغني مين؟ لا ده احنا اولا احنا بننصح العمال. لو الحد الادنى للاجور ما تطبقش عندك، انت قدامك المجلس القومي للاجور تشتكي له، قدامك النقابه اللي انت تابع بيها اللي انت تابع لها تشتكي لها، عندك مديريات القوى العامله اللي هي اقرب مديريه قوى عامله قريبه منك تشتكي لها، فابواب الابواب مفتوحه لك بشكل كبير جدا. كلام سليم ان انت تقول ان انا ما اطبقش، واحنا علينا ان احنا نتحرك ونراجع الامر. انما احنا ما بننزلش من نفسنا، طيب عشان برضو ممكن بعض الموظفين او العمال تخاف. لديها لجان تفتيش. عظيم. لجان التفتيش دي بتمر على الشركات بشكل دائم، تعرف ايه المشاكل اللي بتواجه العمال، هل القوى العامله دي هي ايه وظيفتها؟ انها تراقب تطبيق القانون. تراقب تطبيق القانون هو قانون العمل. وقانون العمل والمجلس القومي للاجور احد ابناء قانون العمل، يعني هو صادر عن قانون العمل. وبالتالي لجان القوى العامله او لجان التفتيش التابعه للقوى العامله بتروح دايما الشركات والمصانع تشوف القانون بيطبق ولا لا، ايه اللي ما بيطبقش بالقانون، وبالتالي بتعمل تقارير بناء على ده، وممكن نتحرك على ده بشكل فوري. يعني ده عظيم جدا. طيب وحضرتك قانون العمل الجديد احنا شايفينه فيه تغييرات، بنتكلم على مستوى المرأة مثلا، تغيير في عدد شهور الأجازة، إلزام أصحاب الأعمال بوجود حضانات داخل مقرات العمل، ايه كمان احنا لسه محتاجينه في قانون العمل؟ في قانون العمل في ثلاث فئات يعني استفادوا بشكل كبير في المشروع الجديد، يعني منهم المرأة، منهم أصحاب الهمم ذوي الهمم، منهم العمالة غير المنتظمة. المرأة تحصلت على موضوع الأجازة الثلاث مرات أربع شهور، ده رغم معارضة الكثيرين، يعني لأنه ده كانوا بيقولوا يعني إن ده يعني بيحرض على زيادة الناس وبتاع، لكن إحنا أصرنا أن القانون يبقى فيه ثلاث مرات أجازة للمرأة، كل مرة أربع شهور، مش كده وبس، ده في سنتين رعاية للثلاث أطفال مش لطفلين زي ما كان البعض عايز، نمرة ثلاثة بس دي زي ما كان مطبق قبل كده، زي ما كان مطبق. نمرة ثلاثة كل شركة أو كل منشأة فيها 50 عامل أو أكثر المفروض يعملوا حضانة للأطفال، مش كده وبس، ده بيدوا المرأة كل يوم ساعة على مرتين أو مرة واحدة زي ما هتحب انها تروح الحضانه اللي تابع للشركه، تروح ترضع الطفل وترجع تاني. كل شكر ليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا دكتور مجدي البدوي عضو المجلس القومي للاجور، الف شكر ليك. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا رب. شكرا.